مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، معكم مصطفى محمود محي من داخل فندق هيلتون رمسيس بالقاهرة وفعاليات مؤتمر تجارب ومشاريع ناجحة والتي تنظمها شبكة إعلام المرأة العربية برئاسة المستشار الإعلامي الدكتور معتز صلاح الدين. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الإعلامية المتألقة ورئيس لجنة التواصل المجتمعي بشبكة إعلام المرأة العربية الأستاذة دولة عماد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ. يعني عايزين نسال حضرتك عن التكريم النهارده، شايفه حضرتك التكريم ازاي خاصه وان الشبكه بتضم قيادات مختلفه من 18 دوله عربيه؟ والله انا سعيده جدا بالتجمع الرائع ده، طبعا تحت قياده دكتور معتز صلاح الدين وشبكه اعلام المراه العربيه اللي بتهتم بقضايا المراه والاسره بشكل عام، وبتهتم كمان بالاعلام التوعوي، وده دورنا في الشبكه من خلال منظومه متكامله في 18 دوله عربيه. ففعلا تجمع رائع، يعني سعيده بيه. يعني استاذ دولة، عايزين حضرتك تكلمينا عن المبادرة اللي حضرتك هتقدميها النهاردة، يعني قولي لنا على الملامح الخاصة بيها. هو طبعا لسه ما اعلناش، ولكن المبادرة هي لا للطلاق. لا للطلاق هي مبادرة انذار او جرس انذار للارقام المرعبة والمخيفة الموجودة في مجتمعنا في الوطن العربي كله. يعني اقول لك نسبة الطلاق مرتفعة جدا 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 وارقام فظيعة، فاحنا دورنا وواجبنا من خلال الاعلام التوعوي ومن خلال شبكة اعلام المرأة العربية ان احنا نحد كل واحد منا بدوره، سواء تربويا او نفسيا او ثقافيا، من خلال منظومة ان شاء الله تربوية هنعملها من خلال هوت لاين خاص بالمبادرة، ان شاء الله يبقى في شغل كويس. يعني حضرتك شايفة دور شبكة اعلام المرأة العربية ازاي وايه اللي ممكن تقدمه فيما بعد؟ شبكة اعلام المرأة العربية انا شايفاه عامل دور ريادي، مش هقول دور متميز، دور ريادي في كل الدول العربية وخصوصا في الدول ال 18 اللي معانا، ولكن انا شايفه كل يوم احنا بنمد جذورنا في انحاء الوطن العربي، وده بشهادة كل الناس، وده انا فخورة وسعيدة ان انا فيها يعني، و أشيد بمجهود رائع لسيادة المستشار معتز صلاح الدين اللي فعلا مش هقول لك دينامو، لا بيشتغل بقلب بحب، وده أحلى حاجة في نجاح التيم. يعني نشكر حضرتك أستاذة دولة كتير، ربنا يعزك. وده كان لقائنا مع الإعلامية المتألقة أستاذة دولة عماد.